أمانته أن الإنسان سيسأل عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني ابنك أمانة عندك، هل علمته؟ هل دفعته إلى الإيمان؟ هل راقبت سلوكه؟ بنتك كذلك، هناك فتاة تقف يوم القيامة وقد استحقت النار، تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه لم يربيني التربية الصحيحة. فلذلك الابن أمانة والبنت أمانة، كسب المال أمانة. هذا الذي جاء ليشتري من عندك، هل نصحته؟ هل قدمت له بضاعة جيدة بسعر معتدل؟ هذا الموكل الذي ذهب إلى المحامي، هل نصحه؟ إذا كان المحامي يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة خاسرة، كيف يأخذها؟ هذا الطبيب، هل نصح المريض؟ هذا المعلم، هل نصح الطالب؟ فالمعلم الطلاب عنده أمانة، والطبيب المرضى عنده أمانة، والمحامي الموكلون عنده أمانة، والأب ابنه عنده أمانة، وابنته عنده أمانة، وزوجته عنده أمانة. هي الاستقامة. كيف تألق المسلمون؟ كيف وصلت راياتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف استحقوا نصر الله عز وجل؟ كيف تألقوا في التاريخ؟ كيف نقلوا هذا الإسلام العظيم إلى القارات الخمس؟ باستقامته. أقسم لك بالله، لو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة. أما أن يصل إلى الصين، إلى الأندلس، بالاستقامة. هنا المشكلة. المشكلة في عبادات، في مساجد رائعة، في مساجد عملاقة، في مؤتمرات إسلامية، في مؤلفات، في أشرطة، كل شيء فيه. أما الانضباط الديني، أن تطبق حركتك وفق منهج الله، هذا الذي نستحق به نصر الله، هذا الذي نرقى به، هذا الذي يجعل راية الإسلام ترفرف في مشارق الأرض ومغاربها. هي العبادة التعاملية. هنا موطن الشاهد. المسلمون حينما قصروا في العبادة التعاملية فقدوا كل أسباب النصر، لأن الله عز وجل لا يمنح النصر إلا بثمن، الثمن ليس سهلاً. يعني الصحابة الكرام لأنهم عصوا رسول الله في أحد لم ينتصروا، هم نخبة الخلق وفيهم سيد الخلق وحبيب الحق لم ينتصروا، وفي حنين لأنهم توهموا أن كثرتهم تكفي للنصر أشركوا. يعني هو درس لصحابة رسول الله ومعهم. إذا كان النبي الكريم وهو سيد الخلق ومعه نخبة الخلق لم ينتصروا لذنب واحد، الرماة عصوا رسول الله، فلو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله، ولم ينتصروا في حنين لأنهم أشركوا، قال لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد، فكيف بالمسلمين وحياتهم تضج بالمعاصي والآثام؟ لا نعتب على الله، ينبغي أن نعتب على أنفسنا، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أستاذ جميل، لو قرأنا القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن جندنا لهم الغالبون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف إذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ذكرت هذه الآية، ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين التطمين؟ إذا الكرة في ملعبنا، لمجرد أن نطيع الله الطاعة التي أرادها نقطف ثمار هذا الدين يانعة. فالمشكلة ليست في العبادات الشعائرية، المشكلة في العبادات التعاملية، في كسب الأموال، في إنفاق الأموال، في العلاقة بالنساء. ما دامت منضبطة نقطف ثمار هذا الدين العظيم يانعاً.